بسم الله الرحمن الرحيم. هقطع الكزبرة، بحب ريحتها جدا، بتبقى جميلة. لو عايزة تاخدي الورق بس غير العيدان براحتك حسب ما ترغبي. العيدان مفيدة وبرضو الأوراق مفيدة، خليها خليط أفضل. انا هخلي دولم اعمل بيهم السلطه. طلعتها وخليتها تفك، اضيف الفلفل، جنزبيل بودر، التوابل اللي انت بتفضليها بتضيفيها، وطبعا شويه ملح، وبعدين بعجنهم. يا سلام بقى لو فصين ثوم مهروسين. هتهرسيهم مع بعض، تقفي على ايد الجزار هو بيقطعلك حتة اللحمة ويفرمها، ما تاخديش من الجاهز، خليه يفرم لك قدام عينيكي افضل. لو بتثقي فيه مية مية اوكي، خديها مفرومة من عنده. بعد كده هقطعها كور حسب رغبتي، خلي الكور تكون متساوية. انا عشان اعمل الكور متساوية بخليها مستطيلة قدر الامكان، وتقطعيها حتت كده. ده حوالي ربع كيلو او اقل، مش عارفة، هو يكفي نفرين يعني، يكفي شخصين. في ناس بتستخدم الميزان عشان طبعا المطاعم كبيرة وكده، يستخدموا الميزان عشان يكون كل الحجم متساوي. هضيف الكزبرة اللي عندي، لو عايزة تضيفي جبنة مثلثات برضو براحتك. عايزة تضيفي دقيق ممكن برضو عشان يساعدك في قليل قليل القليل عشان ما تتفكش معاكي على النار. وهكذا، وتكملي بقية الكمية كلها. حاولي دايما تخلي الخضار كتير في الأكل، صحي جدا للأمعاء. وتكملي الكمية كلها بهذا بنفس الطريقة. شوحت كويرات اللحم وقطعت البطاطس مكعبات، هضيف البطاطس. بعد ما شوحت اللحمة حطيت الطماطم، برضو شوحتها كده، وشوحت البصلة برضو، هخلطهم مع بعض. تضيف التوابل اللي انت عايزاها محتاجاها، وتضيفي كويرات اللحم.
بدي فيه مية مغلية حوالي كوباية. ممكن تعمليه في الفرن او على نار البوتاجاز. انا هعملها على نار البوتاجاز، هغطيها وحطها على البوتاجاز حتى تنضج. طماطم، خيار، كزبرة وجرجير. انا بحب الخضرة كتيرة كده اكتر من الطماطم، كل واحد يعمل الكمية اللي هو بيحبها. وانا مش بضيف على السلطة اي حاجة، باكلها من غير ملح من غير اي حاجة. مبشور، جزر مبشور، الكمية اللي انتي بتحبيها. طبعا الجزر ده مفيد جدا للبشرة وللشعر، كل ما بتكتري افيد لشعرك ولبشرتك. بخلطهم انا علشان ما مش بضيف حاجة للسلطة، فانا بحط السلطة بتاعتي مع الرز عشان جوزي بيحب يضيف احط الكمية اللي انا عايزاها، اللي انا محتاجاها، اللي انا عارفة نفسي هخلصها. اوكي، هنا احط الكمية اللي انا عارفة ان جوزي هياكلها. اوكي، وبعدين اضيف له بقى اللي هو بيحتاجه. هو بيحتاج ملح وزيت، زيت زيتون وشوية خل. ده المخلل البلح اللي احنا خليناه قبل كده مع بعض، وادي مخلل النهاردة. اتمنى وجبة النهاردة تعجبكم، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.